نعم، تحية طيب مرة ثانية. بكل تأكيد الهجوم التركي على مقرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وبتقدير شخصي سوى لن يحقق شيئا بالنسبة إلى تركيا، باعتبار جغرافية الأرض وطبيعة الأرض والمنطقة الجغرافية هي ملائمة جدا لحزب العمال الكردستاني، والخبرة التي تتمتع بها أفراد هذا الحزب كبيرة جدا قياسا إلى خبرة الجيش التركي في هكذا مجالات. وبالتالي حقيقة هو الهجوم هو لا يمثل من الجانب التركي، نتكلم بواقعية شديدة، هو لا تركي، حتى تركيا تعلم جيدا أنها سوف لن تحقق أي شيء، ولكن كل ما في الأمر تركيا تحاول أن تثبت نفسها داخل الأراضي العراقية. تركيا تريد أن تجسد صورة واقعية بامتلاكها التراب العراقي وامتلاكها قواعد قد تكون ثابتة أو على أقل تقدير طويلة الأمد داخل الأراضي العراقية. وهكذا هجوم هو حقيقة أنا أعتبره المفروض يكون بالتنسيق مع السلطات العراقية، المفروض الحكومة العراقية لا تقبل هكذا هجوم. على أي أساس أن اليوم أقبل لدولة خارج دولة، يعني حتى كانت جارة، بأي حق أنا أسمح لها تتدخل داخل أراضي؟ أنا الذي أقوم بهذا المهم، أنا صاحب السيادة، أنا الذي أملك السيادة، أنا الذي أقرر من الذي يبقى على أرضي ومن الذي يخرج، أنا الذي يقرر من يقوم بالهجوم. يعني حتى إذا كان حزب العمال غير مرغوب به، وإذا كان يمثل تهديدا على تركيا وحتى على العراق، أنا لماذا أستنجد بقوات تركية؟ هذا يعتبر ضعفا كبيرا وضعفا شديدا بجانب عراقي. كنت أتمنى الحكومة العراقية متمثلة بالسيد القائد عبد الله المسلحة ألا ينخدع بهكذا أمور، ولكن للأسف الشديد كما يبدو أن تركيا استطاعت أن في دبلوماسيتها الجارية حاليا استطاعت أن تتفوق على الدبلوماسية العراقية واستطاعت أن تخدع الجانب العراقي. وحقيقة هكذا الهجوم يجب أن يرفض شعبيا من قبل الشعب العراقي. نحن علينا أن الشعب العراقي عليه أن يرفض هذا الهجوم، لأنه حقيقة يمثل انتهاكا صارخ وانتهاكا قوي. وهو ما رفضه دكتور قاسم، يعني رفضه هناك نخبة من المحللين من السياسيين والمراقبين للشأن العراقي، يعني طالبوا الحكومة العراقية بعدم الانجرار وراء مطالب تركيا التي قالت بأنه لزيادة الإطلاقات المائية يجب أن ينخرط الجيش العراقي بمحاربة العمال الكردستاني. يعني هذه المطالب التي تعالت وقالت بأنه حزب العمال الكردستاني اليوم لا يشكل خطر على البلاد، وإنما تركيا تسعى لاحتلال المزيد من الأراضي العراقية. يعني برأيك هل الحكومة الاتحادية اليوم ستستجيب لهذه المطالب؟ سيدتي الكريمة، احنا خلينا نكون واقعيين، العراق يمتلك أوراق ضغط كبيرة وعديدة ضد تركيا. عندنا ورقة ضغط الاقتصادية، عندنا ورقة ضغط الحزب العمال الكردستاني، عندنا ورقة ضغط التبادل التجاري، عندنا الكثير من أوراق الضغط، ولكن إلى هذه اللحظة لم يستخدم العراق هذه الأوراق. وحتى وإن استخدم ولو ورقة واحدة يستخدمها لا يعرف كيف يستخدمها. يعني العملية أنا ما أعرف لماذا الجانب العراقي كذا. حتى زيارة أردوغان المرتقب العراقي، أنا من جانبي غير لا أرحب بهذه الزيارة. وحقيقة لأنه هذه الزيارة نعتبرها زيارة ذل. لماذا ذل؟ لأن منذ العام الماضي يقولون أردوغان سوف يأتي للعراق، سوف يأتي، ثم يرسل وزير خارجيته والسفير التركي في بغداد عمال على طول يعمل انه الرئيس أردوغان يريد كذا يريد كذا يريد كذا. ماكو زياره، احنا اذا كانت اتكلم بالعراق، يعني اذا اكو زياره يجب تكون زياره وفق الاعراف الدبلوماسيه، تاتي اهلا وسهلا وفق ابو الدار الذي يحدد، ابو البيت هو اللي يحدد، صاحب الدار هو اللي يحدد الزياره ومقام الزياره. نعم، وربما الشارع العراقي اليوم اصبح يدرك بانه زياره أردوغان في كل مرة هي فقط لابتزاز المزيد، يعني ابتزاز الجانب العراقي في المزيد من الملفات، ملف المياه والنفط والملفات الاقتصادية. للأسف الشديد، يعني احنا نكتب ومباحثين ومحللين والله أصواتنا بحت، يا حكومة عراقية يعني ما يجوز تنازل هكذا السيادة، ما يجوز انه تصاعون الى اردوغان، ما يجوز، انتم اقوى، انتم افضل، انتم، ولكن ماكو احد يسمح كلام يا شيخ الكلمه. زيادة اردوغان الى العراق انا غير مرحب بها، انا لا ارحب بها، والعراق اقولها بالقصد لا هلا ولا مرحبا. حقيقه يعني هذه الزياره هي نعتبرها زياره هي ايضا ضد السياده العراقيه، على الحكومه العراقيه تفكر الف مره ومره قبل ان توافق على زياده الاراضي العراقيه. نعم.
شكرا لك دكتور قاسم على جميع هذه الإيضاحات. كان معي من بغداد الدكتور قاسم بلشان التميمي، كاتب ومحلل سياسي.